ميدان النهضة، 7 مصابين بجامعة الزقازيق وإضراب بهندسة القاهرة، إتلاف منشآت في مظاهرات الإخوان بجامعة القاهرة والزقازيق والمنصورة، طلاب الإخوان تسلقوا أسوار الجامعة وهربوا من المدرسة الصعيدية للتظاهر. مرة أخرى بنعود إلى انفلات الوضع الأمني. طيب بس حضرتك قلتي إحنا محتاجين نواجه الانفلات ده بقبضة يعني حديدية أكتر. طيب ما هو الإخوان هم بيحاولوا على فكرة يجرجروا قوات الأمن إن هي تحتك بيهم أكتر وتقع ضحايا وتقع قتلى ويظهروا أمام العالم بأن هم الضحايا وأنهم يعني الجيش بيقمعهم وإلى آخره. أولا هؤلاء الطلبة هم أحد من الناس، أنا مش هقول هم ملايين، ده هم أحد، سهل جدا إنهم يتمسكوا يتلقطوا كده. نمرة اتنين، احنا عندنا اجهزة عندها دراية وعندها خبرة، مش هي اللي هتتجرجر لرمي طوب ومبادلة طوب بطوب ونبال والكلام ده. احنا عندنا اجهزة عندها خبرة وتعرف ازاي تلتقط. بس في جزء تاني مهم، المشكلة احتكاك الطلبة بعضهم ببعض، يعني الطلاب المؤيدين للجيش بيشوفوا مسيرة فيها هتافات ضد الجيش، بيشوفوا ألفاظ جريحة، يعني بيقوموا بعمل مسيرة تانية، ده شفناه في الجامعات. والله العصر المشاهد من الجانبين، لو من الجانب الآخر كمان بيبادلوهم طوب طوب وملطوف وملطوف، يبقى دول كمان يتمسكوا. ولكن أنا عايز أقول إيه، قبضة قوية حازمة سريعة تمسك الناس دي، هتبقى عبره للباقي انهم ما يكرروش ده، والا هيتمسكوا يروحوا امن الدوله. بس تعطيل الدراسه مش حل، لا لا، اهو ده الهدف اللي هم عايزينه، هدف اللي هم عايزينه انهم يوقفوا الحياه في مصر. هم ما عرفوش ينكدوا علينا في احتفالات 6 اكتوبر رغم القتلى اللي سقطوا، عايزين بقى ينكدوا علينا او يعطلوا المسيره بوقف الدراسه في الجامعات وفي المدارس. منتهى الفوضى. وبعدين ضعف القيادات الجامعيه، انا يعني عايزه اسميها تواطؤ، ضعف يصل الى درجه التواطؤ. هم ساكتين ليه؟ طب ايه اللي في ايديهم يعملوه؟ اللي يستعينوا بقوات شرطه يجوا ياخدوا العناصر دي، هم احد، ما هم ممكن يطلبوا. يعني انا سمعت امبارح اتصالات هاتفيه من احد رؤساء الجامعات، بس يعني ما هو الموضوع محتاج تعاون اعتقد، يعني هو مش محتاج يعني تعاون بين رؤساء الجامعات وبين الشرطه. يعني بدل ما يقول انا بطالب بوقف العنف في الجامعات حتى ولو كان بوقف الدراسه، لا انت ما تقولش كده، انت قول انا هقدم قوات خاصة تقف على الجامعات من بره، لانه وجودها جوه الجامعات لا، تقف على الجامعات من بره، جاهزة في اي لحظة رئيس الجامعة او عميد الكلية يكلم حد، تعال انزل خد لي العناصر المشاغبة دي 10 20 30، لما يتمسكوا تاني يوم مش هنلاقي الفوضى دي، ولو لقيناها هتبقى بعدد اقل. فاين الحزم؟ اين قانون الطوارئ؟ احنا بنطلعه ليه واخترعناه ليه وبنمد العمل بيه ليه طالما ان احنا مش بنطبقه؟ هي عموما يعني هذه التصرفات يعني بينظر اليها انها انتحار للجماعه السياسيه، يعني الجماعه طبعا وجودها. طبعا احنا النهارده بصدد حكم بشطب جمعيه الاخوان من سجلات الجمعيات الاهليه وكل المؤسسات المنبثقه عنها والاحزاب السياسيه. رئيس الوزراء في جريده الشروق بيقول الحكم واجب النفاذ والجمعيه لم يعد لها وجود، وزير التضامن المخول بتنفيذ هذا القرار يؤكد ان القرار سينفذ خلال ساعات. استاذه مديحه، يعني فكره شطب الاخوان واي جمعيه منبثقه عنهم او مؤسسه منبثقه عنهم كفيل بالسيطرة على الجماعة، أم أنه أمر يعني سياسي تقليدي لن يكون له تأثير على أعمال العنف اللي بتحصل في الشارع؟ هقول لك حاجة، أول حاجة أنا بأهنئ الشعب بأن الحكم أخيرا هيتنفذ، لأن صدر من محكمة الأمور المستقبلة 23 سبتمبر ولسه هيتنفذ 9 أكتوبر، وحليني بقى على ما يوصل قرار وزارة التضامن. تفتكر أن دي غلطة تم تفاديها؟ والله انا ما اعرفش، انا ما دخلتش جوه نواياهم، ولكن هذا البطء الشديد بطء مريب، بطء ملوش تفسير. ايه البطء الشديد ده؟ ده احنا ما صدقنا يطلع حكم، استند الى القضاء ونفذ الحكم. صح. المهم ان هم اخيرا قالوا خلاص الحكم، بمجرد دكتور البرعي قال بمجرد ما الحكم يصل للوزاره هنفذه خلال ساعات. تمام. نتمنى هذا وندعو الله ما يخطئش العنوان ويوصل بسرعه. الحاجه الثانيه، الجماعه خلاص انتهت،
انتهت، هي ما فيش في ايديها حاجه. هو ده كله اللي زي ما بيقولوا ايه الانفاس الاخيره، الانفاس الاخيره بيقعدوا بقى زي ما يقولوا كده يعني. بس اسمحي لي يا استاذه مديحه، يعني لمده 80 سنه كانت الجماعه عايشه في الظل، وهذا لم يلغي وجودها، موجوده. هي جهه منظمه ما ينفعش ننكر ده، ليها احتكاك بالجهات التابعه ليها في الخارج، هناك مصادر تمويل، هناك تدريب على السلاح. هذا شيء لا يمكن ان ننكره. طب هل حل الجماعه يقضي على الجماعه ام لا؟ لا، هو انا بتكلم على الكيان الرسمي الظاهر على السطح. انتهى، وان شاء الله لن تقوم له قائمه، يعني ان شاء الله خلال 100 سنه 200 سنه الشعب خلاص عرف حقيقتهم. لكن انت بتتكلمي بقى على فكر زي ما بيقولوا ايه، الافكار لا تموت. الافكار لا تموت. الفكر المعوج ده هو ده اللي تحت اللي تحت الارض وشغال، وهيفضل يشتغل. الناس المضلله اللي اخترعت دين جديد وبتحط له لوائح تنفيذيه، وسابت القران ده خالص وبتحط لوائح تنفيذيه من عندها، وافعل ولا تفعل دي حسب ما هي شايفه. الفكر المعوج ده عايز بقى، يعني عايز اقول لك ايه، استراتيجيه ازاي نواجه الفكر المعوج، ابتداء بقى من عند منذ نعومة الأصفار في الأجيال الجديدة، ونعرف الأجيال الجديدة الدين الصح، بحيث إن ما تبقاش صيدة صيد سهل لأي حد مضلل يستولي على عقلها. يعني إحنا نصحح الأجيال الجديدة اللي هتطلع، ولكن دول ملهمش حل غير الموت. يعني إحنا هنصبر لحد ما ينقرضوا، ولكن الأمل في الأجيال الجديدة. الفكر المعوج لا يصل إليها، لكن هي ككيان رسمي خلاص انتهى الحمد لله. في مصر اليوم 50 تعدل مواد السلطة القضائية، واتجاه داخل لجنة لإبقاء فقرة موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع. تصريحات عمرو موسى تقول دستور 2012 ركيك، والخارجية رفضت وضع خارطة مصر في الدستور. فكرة موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين وزير الدفاع، الناس بتربطها بالمعطيات الحالية، سواء بالمطالبات بترشيح الفريق السيسي، سواء بتدخل القوات المسلحة في الحياة السياسية، التجربة في ثورة يناير وثورة 30 من يونيو. كل المعطيات يعني تعطيكي أي مدى عن هذه المادة وجودها في الدستور الجديد؟ هقول لك حاجة، هو الحقيقة أول ضمانة ليه، يعني عايز اقول لك ايه، ان الطريقه دي صح في اختيار وزير الدفاع، انه ما يبقاش خاضع لرئيس الجمهوريه بشكل مطلق، وهيبقى افعل هذا ولا تفعل هذا وعبد لرئيس الجمهوريه. يعني انا شايفه التحرر من ان القرار التعيين وزير الدفاع يبقى ملك لرئيس الجمهوريه بشكل مطلق، دي في حد ذاتها مكسب. المكسب الثاني انها دورتين فقط، وده التجربة اثبتت لنا، وبدون ذكر اسماء، لما حد بيقعد على كرسي بالضبط الامور بتنفلت وبيبقى مخه. طيب بس في كتير يعني ضد اعطاء سلطه كبيره للقيادات العسكريه او القوات المسلحه، وبيسموها سلطه داخل سلطه، ان القوات المسلحه تظل جهه الى حد ما مستقله، لا كانونيتها، لا القدره على اختيار قيادتها. هل دي فكره صائبه ام لا؟ يعني من اساسها دي فكره صائبه جدا، لان القوات المسلحه احنا لا نغفل دورها الخطير في حفظ امن مصر القومي، الخارجي والداخلي كمان. احنا مين اللي حفظ لنا امننا خلال السنتين اللي فاتوا؟ الجيش. لولا الجيش احنا كان زمان المصريين دلوقتي لا يختلفوا عن السوريين والليبيين. فبالعكس انا عايزه السلطات، بس السلطات اللي لها سقف، مش سلطات مطلقه للجيش، لانه انا اقلم اظافر الجيش تماما واقطع اذرعه. لا لا،
ده الجيش ده له دور مهم جدا في حفظ أمننا. أشكرك أستاذة مديحة عزب نائب رئيس تحرير الأخبار على هذه القراءة التحليلية لصحافة النهار. شكرا جزيلا. مشاهدينا قبل أن نخرج إلى موجة سريعة لأهم الأنباء نذكركم ب